مع المواطن العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، ملفنا الليلة سياسة واشنطن بعد فوز الرئيس والصراع القائم تجاه الشرق الأوسط وتحديدا العراق وإيران. فكيف ستكون الصورة في حال فاز مرشح الديمقراطيين جو بايدن أو تجديد ولاية ثانية للجمهوري ترامب؟ لكن قبل البدء في سياق الحلقة نذكر ما جاء من مصدر البرنامج من معلومات مسربة. المعلومات تتحدث عن فساد في مؤسسات الدولة، وبالتحديد ما تم عرضه في الحلقات السابقة ملف دائرة مسجل الشركات بعد نقل مديرها العيفان وتعيين السيد رشاد خلف مدير القانونية في المنافذ الحدودية مدير أصيل لدائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة بتوقيع رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء. المعلومات الخطيرة تشير إلى أسرار المدير السابق عبر تزوير تواريخ كتاب باسم رئيس الوزراء للعودة إلى المنصب، ونحن نقول لا نمتلك استهداف شخصي، وإنما دائرة مسجل الشركات ومؤسسات الدولة ليس رهن الأحزاب والفساد المالي، وإنما دوائر تعود لنا بالأموال التي راحت بين فساد وهدر مالي 17 عاما. لذا وجب على الحكومة والجهات الرقابية التأكد من المعلومات وإيقاف الفساد والتزوير في دائرة مؤسس الشركات أو مسجل الشركات. هاي المعلومات أثارت انتباهنا. أما ملفنا الليلة سياسة واشنطن بعد فوز الرئيس، بغداد وطهران قلب الصراع السياسي، نتابع التقرير. سياسة واشنطن بعد فوز الرئيس، بغداد وطهران قلب الصراع السياسي. الليلة سيناريو نتائج السباق الأمريكي بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب الطامح للولاية الثانية. وفي ظل سياسة واشنطن نحو العرب، ما يهمنا النظرة إلى الشرق الأوسط والصراع في المنطقة، وبالتحديد العراق، ساحة الصراع وتصفية الحسابات الأمريكية الإيرانية. فماذا لو استمر ترامب في الولاية الثانية؟ ما هو الحراك السياسي نحو العراق وإيران؟ هل سيفي بوعوده بدعم العراق في مجالات الاقتصاد والسياسة؟ أم نعود إلى سياسة إهمال الملف العراقي؟ رسائل أرسلها المرشحين الرئاسيين في النظرة إلى الشرق الأوسط والملف الإيراني في المنطقة. هل ستكون الرؤية الأمريكية مغايرة عن إدارة ترامب في الأربع سنوات الماضية؟ بايدن وترامب وسياسة واشنطن، ملفنا الليلة تجاه المنطقة وبالتحديد طهران وبغداد، مع الدكتور أمير الساعدي الخبير الاستراتيجي والشيخ محمد الحاج حسن المدير التنفيذي لمنظمة التحالف الإسلامي الأمريكي، والأستاذ حسين الديك الخبير في الشأن الأمريكي والصحفي العراقي سالم مشكور. عدنا معكم مشاهدين الكرام. ملف السباق الأمريكي والسياسة والصراع تجاه الشرق الأوسط أو العراق وإيران تحديدا، ملفات مهمة جدا لربما ستكون في جعبة بايدن أو ترامب، وراح نكون بتفاصيل دقيقة جدا حيال هذا الصراع، وهل فعلا سنشهد استقرار على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو نعود إلى المربع الأول. دعوني أرحب بالضيف الكرام معي في الاستوديو، الدكتور أمير الساعدي الخبير الاستراتيجي. أرحب جنابك. هو الترحيب بالشيخ محمد الحاج حسن المدير التنفيذي لمنظمة التحالف الإسلامي الأمريكي، ينضم معنا من خلال أمريكا، وأيضا الترحيب بالسيد حسين الديك الباحث في الشأن الأمريكي، وراح ينضم معنا إن شاء الله بعد قليل أيضا السيد سالم مشكور الصحفي العراقي. إذا يسمح لنا الدكتور نروح لأمريكا أول شيء. شيخ محمد، نسأل جنابك بداية، منور وأنت خلفك ترامب وعلى يمينك العلم الأمريكي، هل حظوظ ترامب هي الأوفر خلال الساعات القليلة إن شاء الله؟ يعني مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعاً نحن يعني كداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نراهن على تحقيق الفوز مساء هذه الليلة، وننتظر أن يعلن الرئيس فوزه يعني بعد الساعة 10 مساء.
ولكن في نهاية المطاف هذه الولايات المتحدة الأمريكية، والقرار هو للشعب وللمجمع الانتخابي. وفي كل انتخابات رئاسية أو غير رئاسية هناك مفاجآت، فكيف إذا كان الاحتدام يتعلق بشخص الرئيس الحالي دونالد ترامب؟ إذن نحن ننتظر أن تكون هناك مفاجآت كبيرة، نأمل أن تكون لمصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طيب هذا جانب. الجانب الثاني، هل في حال فاز السيد ترامب هل ستتغير الصورة على مستوى الشرق الأوسط، أم نبقى على مستوى الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة؟ شوفي، بهذا الملف تحديدا نحن نعتقد أن لمصلحة الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام هو إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه يمتلك مشروع واضح. هلا بيعجب البعض ما بيعجب البعض هذا أمر آخر، لكن يمتلك مشروع. أما جو بايدن حاليا هو لا يمتلك مشروع، لأنه أولا شخصية ضعيفة جدا، ثانيا لا يحمل سوى، يعني شوف انت الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي ولجماعة بايدن الآن قائمة على نقطتين. الأولى ينتخبون لأنهم ينتخبون، ليش عم ينتخبوا؟ ليش نقيم بايدن؟ ما عنده الجواب. النقطة الثانية كرهم بترامب، يعني أصبح ما في انتخاب على قاعدة مشروع واضح. أضف إلى ذلك أن الحزب الديمقراطي الآن يمر في أسوأ أزمة تاريخية نتيجة فقدانهم لقائد حقيقي يقود مشروع سياسي للحزب الديمقراطي. وبالتالي انعكاسات هذا النجاح للرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط، أنا شخصيا يعني من موقعي كمدير للمجلس التنفيذي لمنظمة التحالف الإسلامي الأمريكي، أرى أن منطقة الشرق الأوسط من مصلحتها فوز الرئيس ترامب لإنهاء الملفات العالقة، لا سيما المتعلقة باليمن والعراق وسوريا ولبنان. بس شيخنا إذا تسمح لي أنا أرجع للدكتور، الدكتور أمير سعدي بس يصلحون الخلل الفني على مستوى الكاميرا، بس أريد أسأل جنابك سؤال قبل لا أنتقل إلى بغداد الاستوديو. ما هو كان في زمن السيد ترامب الصراع أكبر على مستوى الشرق الأوسط وتحديدا الصراع الإيراني؟ شفنا حتى الإيرانيين وحتى السيد دونالد ترامب تحدث عن أنه بعد ما أفوز أول اتصال هاتفي سأتلقاه من إيران، وكأنما المنطقة ما زالت تغلي في ظل وجود ترامب. سمعتني شيخ؟ لم يكن واضح السؤال. طيب. سؤالي هو المنطقة الشرق الأوسط وتحديدا إيران هي كانت في أشد الصراع في ظل وجود السيد ترامب، كيف تقول جنابك أنه سيناريو سيتغير؟ لا، يعني أنا لا أرى ذلك أبدا. ما كان السبب دونالد ترامب في الغليان القائم؟ الرئيس الأمريكي صار له 4 سنين، الغليان في منطقة الشرق الأوسط عمره عشرات السنين منذ أن بدأت إيران تفكر بالهيمنة على المنطقة العربية، واحتدم هذا التصادم العربي الإيراني أولا، ومن ثم الأفخاخ المذهبية التي نتجت في آخر 10 سنين في المنطقة. فمش الرئيس الأمريكي يتحمل مسؤولية التأجيج القائم في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي استطاع أن يحسم ويحزم أمره في الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط. أولا قراره الحازم والحاسم بأنه سيمنع إيران من بسط هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. ثانيا برجع بقول لك، هذا لا يعني إذا أنا أو غيري مع ولا ضد الملفات، ولكن ملف العلاقات وملف السلام القائم مع إسرائيل هذا ملف لا تستهون به ولا يؤخذ على محمل يعني العابر. هذه ملفات حساسة جدا وملفات مهمة جدا. تمكن الرئيس بأقل من سنة بل أشهر أن يأخذ عدد من الدول العربية إلى توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل. وأنا معطياتي ومعلوماتي في هذا الموضوع أن فوز الرئيس الأمريكي راح ياخذ نقطتين بعد بمنطقة الشرق الأوسط. أولا
إيران ستأتي إلى طاولة المفاوضات، وبرجع بكرر كلامي وهذا الكلام طبعا أنا مسؤول ما هي عنه. شيخ إذا تسمعني جنابك، ما كثير حاول على مستوى الحصار وعلى مستوى فرض الإرادة والهيمنة على إيران، وإيران لم تستجيب ولا جاءت إلى طاولة المفاوضات مع ترامب. لا، أمريكا، إيران تضررت جدا، إيران تضررت جدا نتيجة الحصار الأمريكي والعقوبات وما شابه ذلك، لكن بنهاية المطاف إيران دولة تقاتل من أجل بقائها ومن أجل حلمها في إعادة الإمبراطورية الفارسية وما شابه ذلك، لكن إيران لم تأتي إلى المفاوضات لأنها تراهن على إنهاء دور ترامب بعد 4 سنوات من الانتخابات الرئاسية التي حصلت في 2016، ولذلك اليوم نحن أمام ساعات من حسم هذا الرهان الذي تخوضه إيران. شيخ راح ارجع جنابك، شيخ راح ارجع جنابك، تفضل بس اريد ارجع لبغداد واجيك. يلا تفضل. سجل عندك. دكتور اسف تاخرت على جنابك. اولا تعليقك على ما ذكره الشيخ محمد الحاج حسن من السياسه والفرق بين بايدن وترامب، وايضا ارجع واسال نفس السؤال، هل ستتغير السياسه تجاه الشرق الاوسط في حال تولى ترامب ولايه ثانيه؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام الحاليين ومساء التحق فيما بعد. أذكر بأنه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لا تبنى على الشخصيات فقط الرئاسية، مع أنه صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بكثير حسب النظام الرئاسي على شخص الرئيس، لكن هناك بعض المعطيات على الأرض في واقع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية تتداخل فيها كثير من مفاصل تلك المؤسسات بصنع هذا القرار. لديه هيئة استشارية كثر على مختلف المستويات، هي تساعد أو تدعم عملية تحفيز الرئيس لاتخاذ القرار سين أو صاد اتجاه جهة باء أو ألف. وبالتالي نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان الشخص الذي سيكون على رأس سدة الحكم سيكون هو محكوما بإدارة مؤسسات هذه الدولة أكثر مما هي توجهات. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في خانة العداء مع باقي دول العالم، ولا سيما نتكلم هنا عن منطقة الشرق الأوسط عندما كان الرئيس بوش في حربين عالميتين شنها على أفغانستان وعلى العراق، وإن كانت هناك مسوغات مختلفة قد سيقت أنذاك في على أفغانستان في عام 2001 ثم على العراق في 2003، لكن كان التصعيد بعملية زيادة الكراهية وفوبيا الولايات المتحدة الأمريكية لدى العالم المسلم والعربي بالتحديد في مناطق الشرق الأوسط وشرق آسيا وصولا إلى أفغانستان. وبالتالي كان محاولة ترطيب الأجواء عندما استلم السيد أوباما هو نقل هذه الوجهة السلبية للولايات المتحدة الأمريكية بالتخفيف شدة الزخم بالمعاداة للولايات المتحدة الأمريكية. التقى بكثير من طلبة الجامعات وذهب إلى القاهرة وكان خطابه متوازن وبشكل إيجابي بكسب ود العرب والمسلمين في تلك النواحي ولا سيما شمال أفريقيا، ثم فيما بعد في محاولة ترطيب الأجواء مع الفاعل الإقليمي الأكثر تأثيرا أو نفوذا في المنطقة وهو إيران عبر الملف النووي الإيراني. وبالتالي أيا سيكون الرئيس سيكون محكوما ببعض مقررات تلك المؤسسات إلى إضافة إلى تراكمات من كان قبله. ودعني أعقب على ما ذكر أيضا ضيفك الكريم الشيخ محمد قبل قليل وهو عملية التصويت في الديمقراطيين، قال هناك مستويين، أما سيذهب للتصويت لأنه يصوت أو لأنه هناك كراهية. لماذا توجد كراهية للرئيس ترامب عندما يذهب الديمقراطي ويصوت إلى بايدن ويقول لديه كراهية؟ إذن هناك سلبية في أداء أو إخفاق في فشل لدى سيد ترامب في بعض الملفات التي دعت أو المصوت أو الناخب الديمقراطي يكره السيد ترامب ويتوجه. واحدة من أهم النقاط التي لم يمر على ذكرها الشيخ محمد وهو تصاعد وتنامي العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا أمر يساعد على عملية زيادة تناغم ستؤثر على نتائج ترامب؟ طبعا ستؤثر، لا سيما الأقليات غالبا ما يكون لديها صوت مهم، يعني هذا الأمر لم يؤخذ به بشكل كبير، لكن أذكر لديه تأثير فاعل في ساحة المدن أو الولايات المتأرجحة والتي لم تحسم أمرها لحد هذه الساعة، ولا سيما نتذكر هناك فلوريدا، هناك يعني بنسلفانيا وهكذا دواليك. الأمر الآخر يعني هيمنة إيران، يعني هو قال بأنه عملية التنامي، نتكلم هنا عن عملية النزاع الجيوسياسي المستمر أتونا لحد الآن بتوتر عالي المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية. أذكر بأنه السيد ترامب في عملية إعداده لجولات الانتخابات
الانتخابية بعد أن استلم عملية تنصيبه كمرشح للحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لدورة ثانية، كان هناك عملية محاولة كسب ود إيران أو الأطراف الإقليمية على أقل تقدير في منطقة الشرق الأوسط حتى بالتضاد مع الحلفاء الاستراتيجيين في منطقة الخليج، وهو سيمضي مع عملية استلام الاتصال من الرئيس الإيراني أو الذهاب إلى توافق حول الملف النووي الإيراني أو فتح هذا الملف مرة أخرى لمحاولة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن ماذا؟ عن الاشتراطات التي سبقا وضعها السيد بومبيو سابقا على إيران وكذا الأطراف الأخرى في محاولة التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. حتى مع الضغط على حافة الهاوية في العقوبات على إيران لحد هذه الساعة، لكن يحاول السيد ترامب عرض وجهة نظر أخرى، وهذا سؤالك مهم جدا، هل ستكون سياسة السيد ترامب للمرحلة القادمة إن استلم؟ طبعا أنا ما زلت يعني كنت حاب أعلق يعني على هذا الموضوع بأن هل سيفوز أم لا، لكن أترك لي راح يفوز لو جاوبنا. أعتقد لديه فرصة. طيب لديه فرصة. شيخ محمد، سمعتنا من خلال الاستوديو، وأرجع إلى قضية، لماذا دائما تصدر عربيا أنه هناك صراع كبير جدا على مستوى الصراع الإيراني، وهل سيستمر هذا الصراع؟ وفي حال استمر ماذا سينعكس على منطقة الشرق الأوسط من إشكاليات؟ وإحنا شاهدنا خلال 4 سنوات كثير مشاكل صدرت المشهد. صديق العزيز، يعني إيران هي التي أثبتت أنها يعني تريد خلق مشكلات مع الوطن العربي من خلال تدخلها في شؤون العراق ولبنان وسوريا واليمن والسعودية والبحرين وفلسطين وما شابه ذلك من هذه الدول التي شهدت وتشهد خضات أمنية وسياسية. مش نحن اللي عم يعني نحط البلاء على إيران، هذا واقع نعيشه في المنطقة العربية. أما أنه سيشهد تصعيد، أنا أعتقد أن ما جرى من تطبيع مع إسرائيل أولا هو ضربة لإيران، ثانيا هو يؤسس لمرحلة جديدة يستحيل على إيران أن تضع أصابعها في منطقة دول الخليج. وهذه نقطة برأيي أنه إما ستذهب إيران إلى مفاوضات مع الأمريكيين لتنهي تدخلها في منطقة دول الخليج وبعض الدول العربية، وإما نحن متجهون إلى ارتفاع وتيرة التصاعد والاصطدام العربي الإيراني. وهذا الإيراني اليوم يعني لديه مثل ما قلت لك، لديه السياسة طويلة الأمد وحلم بعودة وهج الإمبراطورية. طيب. مثل ما عم يصير الآن بتركيا. شيخنا خليني بهاي النقطة اللي جنابك أثرتها، بالتحديد تحدثت عن ذهاب بعض الدول العربية بمعية ورعاية الأمريكان للتطبيع مع إسرائيل على مود سيناريو السلام اللي تتفضل به، سيساهم في تقويض الدور الإيراني في المنطقة، وهناك مراقبين يجدون عكس ذلك. وأنا أرجع وأكرر هذا سؤالي، هل سيكون قضية تقويض في حال مضت بعض الدول العربية إلى سيناريو التقويض، سيكون تقويض لإيران في المنطقة؟ وماذا عن الملف العراقي؟ أنا رح أحكي هون وجهة النظر التي نسمعها هنا، لأنه بنهاية المطاف الشعب العراقي هو الذي يحدد مساره وخياراته وبيحدد كيف شكل السلطة التي يريد أن تحكم بلده. ولكن فيما أعرفه وفيما أتابعه في هذا الموضوع، أن قرارا عربيا أوروبيا ليس كاملا، يعني في بعض الدول الأوروبية مخالفة لهذا الموقف اللي راح أحكيه. طيب. أمريكيا، أنه في حال فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو تعهد وهو أعطى ميثاقا إذا بدك لهذه الدول التي وقعت مع إسرائيل أنه سيمنع بكل الطرق تدخل إيران في شؤونها. وبذلك أنا أعتقد فوز الرئيس الأمريكي يعني سيقوض موضوع تدخل إيران في منطقة الشرق الأوسط في أكثر من مستوى. لذلك أنا ما سمعته من حوالي 20 يوم تقريبا، وقلت ذلك في مقابلة سابقة، أنه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران ستأتي إلى طاولة المفاوضات، يعني هذا أمر بات محسوما، إذا ربح ترامب ستأتي إلى طاولة المفاوضات. مين في على طاولة؟ شو مع الوراء اللي بدها تفاوض فيه إيران؟ الملف العراقي أولا،
الملف اليمني والملف السوري والملف اللبناني، ما عنده ملفات أخرى أيضا، يعني هي أودي أهم أربع ملفات حملتهم بالمنطقة. صحيح صحيح فعلا. طيب ماذا تحمل هاي الملفات، شو راح تحمل؟ فعلا أتفق مع جنابك، بس قضية التطبيع مع العرب هي هم ما بيها كثير، يعني نتحدث عن السودان والبحرين والإمارات. راح أرجع جنابك، بس خليني أسأل هذا اللي تفضلت به جنابك الشيخ محمد للدكتور. دكتور قال لك إيران ستأتي إلى طاولة المفاوضات في حال فاز ترامب، أنت تعتقد ممكن إيران أن تأتي إلى طاولة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال فاز ترامب؟ طبعا من المألوف، وهذا ما قال على أقل تقدير السيد ترامب نفسه واعترف به، بأنه قد لا تخسر إيران أي جولة مفاوضات تدخل بها، وهذا ما أثبت التاريخ، هكذا هو يقول، لكنها قد أشرت خسارة لحروب عدة. وبالتالي نرى بأنه هو يعلم حكمة الإيرانيين بسياستهم الخارجية، ولا سيما بالتعاطي مع الأزمات الكبيرة ونجاحهم في عملية الملف الإيراني بعد سنين طويلة بالوصول إلى نتائج مرضية لكل الأطراف، ومنها فوز السياسة الخارجية الإيرانية في عملية حسم الموقف لصالحها. وبالتالي سيذهب السيد ترامب محاولا، هو هكذا يريد، الضغط على إيران وتقليل نفوذها. ولا سيما الفترة المؤخرة، يعني الكل يتذكر يعني الإعداد لدورة الانتخابات كانت فترة ضعيفة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة واتجاه الشرق الأوسط بالتحديد. ظهرت دولة أخرى محاولة إسلام نفس التوجه، يعني تأكيدا على ما ذهب إليه، يعني وأيضا انتقادا إلى ما قال ضيفك الكريم الشيخ محمد من الولايات المتحدة الأمريكية، بأن ترامب لديه مشروع واضح اتفق به مع هذا الأمر، وهذا تأكيدا له، لكن قال أقول له أنا وما الهدف إذا كان هو لديه مشروع واضح لكن يتعارض مع مصالح المنطقة، وأنا أتكلم هنا كعراقي، ومصالحي كعراقي في عموم توازنات القوى وليسيما مع الأطراف الإقليمية التي ستأتي سلبا على الواقع العراقي. وبالتالي نرى بأنه محاولة جلب إيران على أقل تقدير ما ظهر اليوم من السيد روحاني بشكل واضح وعلين، بأن لن يكون هناك تأثير على انتخابات ولا شخص، لأن ما زالت تتعاطى مع ملف مصالحها، مع ملف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الصعب بما كان أن يكون هناك تنازل الذي اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط باتجاه مثل ما أردفت سابقا حافة الهوية بزيادة حجم العقوبات قبيل الانتخابات، أذكر قبيل الانتخابات، ومحاولة مرة أخرى دفع الأطراف العراقية ولا سيما بعد الضغط الكبير بفصائل الكاتيوش على السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية بالذهاب إلى عملية التفاوض، عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية جنين بلا سخارة إلى تهدئة الموقف قبيل الانتخابات، خشية من أن يكون جانب الردع ضعيف عند الولايات المتحدة الأمريكية ولا تستطيع أن تتحكم بردة فعل الفصائل التي يمكن أن ستهبط أو تحاول أفهم من كلامك أنه الملف الإيراني ما زال يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى يقلق حتى إن فاز ترامب، أذكر حتى إن فاز ترامب لن يستطيع بالذهاب إلى عملية التصعيد أكثر، كون ما زالت هناك كثير من الأدوات بيد إيران. أذكر يعني هو قال معلومة مهمة، قال يعني يقول بأن التدخل الإيراني الآن يريد أن يوقف، يراد لها أن يوقف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأذكر الشيخ محمد والولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا النفوذ الإيراني لم يأتي من فراغ، أتى بعد أن أعطي مجالا واسعا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية فعلا كانت تراقب الإيرانيين من عام 2003 ولحد هذه الساعة، وبالتالي هي الملامة. يعني أنا كمراقب عراقي ومتخصص بشأن بعلوم سياسية ألوم أول ما ألوم ليس الطرف الإيراني، الطرف الإيراني يبحث عن مصالحه، من جعل العراق يعيش فوضى خلاقة هي تتوغل في الشأن العراقي والشأن العربي، هي سمحت بذلك، هي أرادت أن تلعب لعبة. دعني أذكرك، يعني يمكن سبقا تناقشنا أنا معك خلف الكواليس قبل أن ندخل الاستديو، هي أرادت أن تضعف أحد دول المحور الشر كما تطلق عليها الولايات المتحدة الأمريكية بإيران بزيادة تدخل، أي فتح المجال واسع أمام إيران بالتدخل بأكثر من دولة حتى تستنزف إيران، ثم فيما بعد يقع في خانة العقوبات حتى تجز عليه. لكن لحد الآن نجحت بشكل آخر مع تأثيرات الكبيرة بالعقوبات على الاقتصاد الإيراني، وأذكر هناك خطاب لروحاني يحاول به رفع معنويات الشعب الإيراني والتصدي لهذا العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني. لكن في نفس الوقت نقول بأنه هذه اللعبة مكشوفة من قبل إيران، أنا أتكلم هنا من منظار العلوم السياسية ليس دفاعا عن أحد، صح صح. وبالتالي ستحاول إيران اللعب مرة أخرى مثل ما فازت بعامل الوقت إلى أن وصلت إلى حدود إجراء الانتخابات، كانت مدة كبيرة أربع سنوات أحسنت، ينادي بها السيد ترامب بأنه سيخضع إيران، لكن فشل في هذا الملف وما زالت إيران تتصدر الموقف. ودعني أعود على النقطة التي ذكرتها لكن لم أفصل بها، وهو موضوع إيجاد طرف آخر بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الانتخابات. ظهر السيد ماكرون بمشروع حفظ السيادة
في طرفي النزاع المهمين جدا في حلقة التوازن الجيوسياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو برأيي الشخصي هو العراق وبيروت. وبالتالي ذهب السيد ترامب إلى بيروت ثم عاد إلى العراق في بغداد، لكنه لم يوفق في هذا التوجه لحد هذه الساعة. جميل. شيخنا، أروح إلى قضية مهمة جدا، وأنا أعرف جنابك أصولك من لبنان بيروت. المقلق الآن في المنطقة بيروت، سوريا، العراق، اليمن، هاي الملفات 4 سنوات لم يستطع السيد ترامب حسمها أو تهدئتها. وإذا أتحدث عن الملف اللبناني والملف العراقي، دائما مهمل على مستوى السياسة الأمريكية ويفكر بالصراع الإيراني. ليش؟ شوف، هذه كانت إحدى النقاط التي كثيرا ما ناقشنا فيها وجدلنا فيها، أنه لماذا لا نرى حلولا سريعة في الولايات المتحدة. يعني الدكتور العزيز يدرك هذا الموضوع وتفضل به في أول الحلقة. المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه مش الرئيس لحاله بيقول وبينفذ وبيخطط وبيعمل وبيسوي، مؤسسات، في مجموعة، يعني مجموعة عوامل وإدارات ومؤسسات تحكم القرار وتحكم أي إدارة ملف. 4 سنين نحن وعم نشهد تجاذبات لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين. طيب، في أدنى ملفات، حتى ملفات الصحة الداخلية الأمريكية، كان هناك تجاذبات وصلت إلى حد أن الفوضى عمت في البلد. طيب، فما بالك في ملفات كبيرة مثل ملفات إيران والعراق والغير. لكن شيخنا، ترى الديمقراطيين حملوا مسؤولية الفوضى بالولايات المتحدة الأمريكية، حملوها لترامب في سوء إدارته للملف الولايات المتحدة الأمريكية. ونتذكر عملية مقتل الشرطي لمقتل هذا الأسمر. هذا موضوع جديد تتحدث به، مقتل الشرطي هذه السنة. لكن المظاهرات التي عمت منذ انتخاب الرئيس الأمريكي وتسلمه في العام 2016، بدأت المظاهرات، مظاهرات الديمقراطيين، وبدأت بالملف الصحي. يعني بذلك الوقت بال 2016 بلشت المظاهرات من شان الملف الصحي، أوباما كير والإجهاض وما إلى ذلك. طيب، ولكن أنا تابعت بدقة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وأنا شخصيا أعتقد أن بغداد والعراق بشكل عام وما تمثله العاصمة العراقية من كينونة للمحور العربي، العراق هي أم المعارك في المرحلة المقبلة. وأعتقد أن ملفات هامة جدا ستوافق عليها الحكومة العراقية بالتنسيق مع الأمريكيين، وأعتقد ذلك سيكون مزعجا للإيرانيين. هذا فيما يتعلق بالملف العراق. هلأ لبنان، ليش لبنان والعراق وسوريا واليمن ليش ما كانت ملفات سريعة عند الرئيس الأمريكي؟ أي جواب اللي أنا حصلت عليه في الفترة الأخيرة، أن هذه الملفات ستكون حامية جدا بعد الانتخابات الأمريكية. وطبعا هذه لحسابات أمريكية بحتة، وإن كان ما بيرضيني إلى أنا هذا الموضوع. أنا كان بدي الملفات تكون عم تنبحث في 4 سنين الماضية، ولكن برجع بقول لك عوامل اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية والصراع القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين عرقل الكثير الكثير من الملفات ومن هذه الملفات. طيب شيخنا، أنا أعرف عندك التزام، فسؤال أخير حتى تغادرنا بسلامة إن شاء الله. أنا أروح على قضية مهمة جدا، ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا رئيس ترامب للشرق الأوسط، وإذا رد حصرها على مستوى الملف السوري والملف العراقي، ماذا قدمت لهم على مستوى السياسة والاقتصاد والأمن؟ هناك تراجع كبير جدا في هاي الملفات. جوابي الواضح على هذا الموضوع هو الإيميلات التي تسربت من البريد الإلكتروني للسيدة المرشحة الرئاسية السابقة ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وتفضل الدكتور بالاستديو ولمح ألمح إلى خطوة من هذه المسائل، أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي عززت دور إيران وإلى آخره، فلاش بدنا نلوم الإيراني. أنا معه 100%. طيب، الإيميلات المسربة تؤكد أن حقبة الديمقراطيين، حقبة أوباما وعهد السيدة هيلاري كلينتون، كان من أسوأ المراحل التي مرت على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حضرت جنابها مع ما كانت تمثل من سلطة سياسية آنذاك، طلعوا داعمين
الحركات الإسلامية المتطرفة اللي هلأ عم يركبوها على المسلمين وعم يتحملوها المسلمين بشكل عام. داعش وما أدراك ما داعش، الجماعات التكفيرية والإسلامية التي فجأة بتظهر وفجأة بتختفي من العراق إلى سوريا، هيدي الإيميلات لحالها كفيلة على أن نقول ماذا قدم الرئيس الأمريكي للأمريكيين ولمنطقة الشرق الأوسط؟ قدم لهم أن أوقف هذا المشروع الدنيء الذي كانت تخطط وتقوم به هيلاري كلينتون وحزبها الديمقراطي، وأضف إلى ذلك أنه أوقف الحرب على سوريا. الرئيس الأمريكي أوقف الحرب لأنه هيلاري كلينتون كان عندها هدف في مشروعها السياسي وهي خوض الحرب في سوريا. طيب، ماذا قدم الرئيس؟ هو منع الحرب. ذكرت لي معلومة، ذكرت لي معلومة خطيرة، أنه يجب أن يحصل التغيير عبر الأطر السياسية. شيخ ذكرت لي معلومة خطيرة ما أرد أغادرها قبل لا تذهب. أرد أفهم من كلامك، من صنع الحركات الإرهابية وداعش والنصرة وغيرها الحركات الإرهابية كانت بفعل الديمقراطيين في العراق وفي سوريا، كانت صنيعة وتدبير وإدارة الإدارة الأمريكية السابقة التي كان يقودها أوباما والإيرانيين مشتركين في تلك المراسلات، وخاصة الرسالة التي نشرت في الأسبوع الماضي بين هيلاري كلينتون يوم كانت وزيرة خارجية والحوار الذي جرى أو المبعوث اللي التقى قاسم سليماني. فيك تطلع أنت لأنه صاروا متوفرين على موقع وزارة الخارجية بعد ما أمر الرئيس بكشف السرية عنهم. طبعا يعني أنت كنت متوقع أنه بفوت الأمريكي على العراق بيخطفوا 5 مليون عسكري بقدرة قادر، وفجأة بتطلع داعش بمئات الآلاف، وفجأة بتختفي داعش بدون ما يكون في مخطط دولي لهذا الموضوع، والمخطط الدولي برعاية أمريكية أوباما وكلينتون. إيش قل لي حتى إيه؟ ولك إيه ليش نحن مخبئين هذا الموضوع؟ طبعا مع الإيراني، نسق مع الإيراني لتدمير المنطقة العربية من العراق إلى سوريا. لعد هذا الصراع اللي يخلوا المنطقة، الصراع الإيراني الأمريكي بالمنطقة، شنو هذا؟ لعبة سياسية؟ أكو إذا أنت جنابك تقول أكو توافقات من تحت الطاولة بين الديمقراطيين والإيرانيين، لعد هذا اللي صار الدمار في سوريا والعراق واليمن، شنو هاي؟ أستاذ الكريم، دعني أختم بهذه الكلمة. أعطيك وقت. إذا نجح جو بايدن سيعود الإسلام السياسي المتمثل بالحركات المتطرفة من الإخوان المسلمين إلى الحركات التابعة إلى إيران لبسط الهيمنة على المنطقة العربية، وهذه النقطة الأساسية التي تشكل الفارق الكبير بين جو بايدن وبين دونالد ترامب. جو بايدن أولاً يعني المتابعين اللي جالسين في الولايات المتحدة الأمريكية وبيعرفوا هذا الموضوع، أولاً لوبي الإخوان المسلمين الآن يقود الحملة الانتخابية لبايدن ضمن الإطار ما شاء الإسلامي الله. السني زين. اللوبي الداعم لإيران ومخلفاته من عمائم وغير ذلك الذين لأول مرة في تاريخ أمريكا أعطوا تكليف شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جريمة مخالف للقانون، أعطوا تكليف شرعي ليروحوا الشيعة المؤيدين لإيران للانتخاب لجو بايدن. ليش دخلك؟ حباً في بايدن؟ أبداً، لأن بايدن تعهد لهم في أكثر من خطاب بإعادة ترتيب الأوراق مع إيران، وهو داعم علني ومنه مخفي للإخوان المسلمين. جبهة النصرة ومتفرقات من هؤلاء القتل المجرمين الذين سفكوا الدماء في سوريا والعراق ولبنان، هولي مسؤولية مين دخلك؟ أنا وإنت كنت عم نديرهم، وأنا جميل. شقيق أحد العسكريين الذين ذبحوا على يد داعش. هذه الداعش التي صنعتها إدارة أوباما والإيرانيين يجب أن يدفعوا الثمن غاليا في هذه الانتخابات، ويجب أن يدفعوا الثمن غاليا أيضا في المستقبل القريب، وإن شاء الله سيحصل ذلك. جميل، وأفهم من جنابك أنه في حال عاد جو بايدن سنعود إلى حرق المنطقة، العراق، لبنان، سوريا بالتحديد. طبعا تمام. طبعا.
تمام. الشيخ محمد الحاج حسن مدير التنفيذي لمنظمة التحالف الإسلامي الأمريكي، شكرا لهذه المعلومات وشكرا للتصريحات الأخيرة، ونترقب ويترقب العالم العربي والعالمي جميعا نتائج الانتخابات بين بايدن وترامب. شكرا جزيلا لانضمامك. شكرا وشباب لكم. شكرا جزيلا شباب، اتصلونا بالسيد سالم مشكور لان موعده 9:30. اعود للدكتور واعتذر عن الوقت لان اللي غادرنا أيه. المساحه جنابك، علق على هاي الفرشه اللي فرش لك اياها الشيخ محمد. طبعا اكو كثير من الامور التي طرحها هي مهمه وبنفس الوقت تحتاج الى عمليه مراجعه، قد لا اتفق مع كثير من النقاط اللي ذكرها جنابه. طبعا عمليه التوافق قد يكون الديمقراطي الايراني عمليه مشكوك بها، لكن هو عمليه تنسيق جهود لمحاربه داعش نعم كانت موجوده انذاك، واذكر على اقل تقدير بتصريح الناطق باسم البنتاغون انذاك عندما اطلق السيد اوباما استراتيجيته لمحاربة تنظيم داعش. سأل أحد الصحفيين هل تسمحون بالتدخل الإيراني أو الدعم الإيراني لمحاربة تنظيم داعش، قال نرحب بأي عملية داعمة لحرب هذا التطرف كذا كذا، وبالتالي كان هو ضوء أخضر إلى إيران بعملية تأثيرها ونفوذها داخل الساحة العراقية، عندما أرسلت الخبراء والمستشارين قبل أن يصل مستشاري وخبراء ودعم أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، بل قبل حتى أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية أول ضربة جوية، كان هناك حراك من قبل إيران باتجاه دعم أولا القوات المسلحة العراقية واتجاه دعم والمقاومة الإسلامية، طبعا كل الفصائل الأخرى التي واجهت خطر تنظيم داعش بعد الفتوى الجهاد الكفائي كان بعنوان واضح. وبالتالي لا أريد أفصل في هذا الأمر، لكن دعني أقول على نقطة مهمة. يعني التصريح الأخير يقول هو بأنه ترامب سيقف بعملية التدخل وعملية ليس الإرهاب، لا نتكلم عن الإرهاب لأن هذا موضوع آخر وخطر ومهم أيضا، أتمنى أن يكون هناك وقت حتى أتكلم به. لا، يتكلم السيد ترامب بأنه سيقف بوجه التمدد الإيراني وسيحافظ على مصالح. يعني لماذا السيد ترامب يقف بوجه التمدد الإيراني؟ أريد أن يحافظ على مجموعة مصالح، لكن ليس لمصالح شعوب المنطقة، يعني ليس لصالح الشعب العراقي وليس لصالح الشعب السوري، مصالح الولايات المتحدة ولا حتى اللبناني، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل لمصالح أخرى تعادي إيران. إذن ما لي أنا ومال من يعادي إيران؟ ليذهب هو ويعادي إيران على جنب ويعفني أنا أتفاصل مع إيران حسب مصالحي وتفاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب مصالحي. يعني يقول السيد ترامب في واحدة أحد مؤتمراته الانتخابية الآن في جولة الانتخابية ليس بعيدا، يعني ليس قبل أشهر ولا مع بدنة في سباق الانتخاب هسه الآن قبل بضعة أيام، يقول وهو يتشدق بالسيطرة على النفط السوري، هكذا يقول، ويقول يعني بما معناه حرامات ما قدرت تسيطر على النفط في بغداد. وتصريحاته في العراق صح، يعني انا لا اتكلم عن القديم، انا اتكلم هنا عن بضعه ايام. وبالتالي هذه المصالح المتضاربه التي يريد ان يشعل بها المنطقه، هو لم يوقف الحرب في سوريا بل هو اتخذ خطوه تكتيكيه حسب المنظور الامريكي ليس انا، هي خاطئه استراتيجيا، عندما استقال وزير الدفاع الامريكي انذاك على ضوء قرار السيد ترامب بسحب القوات الامريكيه من سوريا، هو سحب جزئيا باتجاه الاراضي العراقيه ثم عاد مره اخرى تعزيزها بالتواجد على ابار النفط والغاز المتواجده بسوريا، وهو هذا باعترافه من 3 أيام او اقل بانه ما زال الان يسيطر على النفط في سوريا، وهكذا يريد ان يفعل في العراق. فاين عملية الحد من النفوذ الإيراني؟ هل الحد بالنفوذ الإيراني هي عملية سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على منابع النفط والغاز في العراق وسوريا؟ هل هذا هو الإجراء؟ وفيما بعد الإعداد إلى الحرب الكبرى على آبار النفط في البحر الأبيض المتوسط بين لبنان وسوريا وفلسطين واليونان أيضا وهكذا دولك في قبرص، يعني هذه الدول التي الآن تريد أن تتصارع. يعني أنا أذكر فقط المشاهد الكريم وإن قد تكون هي معلومة قديمة، الحرب أقيمت في سوريا على ضوء النزاع على تمرير خطوط الغاز صح، وليس لأمر آخر. جميل. وبالتالي الحرب القادمة ستكون هكذا دواليك. هو يتوقع يعني إذا بس ما راح أرجع جنابك بس ويانا سالم مشكور نضم خلي صحفي العراقي. سيد سالم مشكور أرحب بجنابك معنا في قناة دبليو تي في وشكرا لانضمامك طبعا، وأسأل الآن إذا تعطينا معلومة شنو أخبار نتائج الانتخابات، الكفة لمن ستميل، وهل في حال كان بايدن أو ترامب ما هي السياسة والرؤية للشرق الأوسط والعراق تحديدا؟ شكرا جزيلا، تحية لك والأستاذ الصديق العزيز السيد أمير السعدي. الموقف حتى الآن غير واضح المعالم، الجميع يتوقع ربما مفاجآت أو إذا سارت الأمور على ما هي عليه الآن الغلبة هي لبايدن حسب التقديرات حسب استطلاعات الرأي التي تختلف هذه المرة عن سابقاتها التي كانت غير دقيقة في الانتخابات السابقة عندما ركزت على شرائح معينة وأهملت
وأهملت الشرائح البسيطة غير المتعلمة. يعني التوقعات احنا كعراقيين موقفنا منها للأسف هناك انقسام في الموقف. يعني حقيقة أنا أتابع منذ يومين أو أكثر مواقف عراقية من الانتخابات، أجد من يتمنى أن يعاد انتخاب ترامب، هذا صح. يتطابق مع تطلعات دول خليجية أيضا كانت خضعت لابتزاز من قبل ترامب الذي تعامل معها بمنطق الصلبطة كما يقال باللبناني، وبالتالي ابتزها أخذ منها الكثير من الأموال، وما زالت تعتقد أنها مرتبطة ببقائه أو بمشروعه الذي بدأه. طبعا إسرائيل موقفها معروف، تريد بقائه ليكمل ما بدأه من عملية ربط بعض الأنظمة العربية بها. لكن هناك في العراق من يرى عكس ذلك أيضا، يرى أن الدور الأمريكي دور يثير الكثير من علامة الاستفهام، يضع علامات استفهام أمام عملية الإعلان عن سحب القوات من العراق الذي صدر عن ترامب، بالمقابل يأمل بأن يؤدي انتخاب بايدن إلى سحب القوات باعتبار الديمقراطيين تقليديا هم مع سحب القوات، وكان هو أحد مواضيع موضوع الحمله الانتخابيه طيب استاذ سالم، في ظل هذا الانقسام بالمواقف والاراء، اذا بدنا نتحدث عن موقف الولايات المتحده الامريكيه بالملف العراقي، ليش دائما يتصدر في الانتخابات الرئاسيه لكنه يهمل بعدين؟ لا 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 وجود للملف العراقي في الانتخابات الامريكيه الان ابدا، يعني ليست لا في الاولويه ولا في المواضيع الثانويه. هناك مواضيع اخرى الان هي مطروحه. الموضوع العراقي منذ الانتخابات يعني يتحدثون عن سحب القوات الامريكيه وليس عن الملف العراقي. اما ترامب فهو يتحدث عن السيطره على الوضع. ترامب في عهده بدا سياسه جديده تصادميه لخنق ايران، تصادميه مع ايران وسياسه خنق ايران، ويريد من العراق ان يكون احد ادوات الخنق الأمريكي لإيران والتضييق على إيران. ينسى، لا يريد أن يأخذ بالاعتبار أن العراق يرتبط بحدود طويلة، يرتبط بوشائج ثقافية واجتماعية واقتصادية مع إيران كما مع باقي الدول المجاورة له، وبالتالي لا يمكن ولا يستطيع للعراق أن يكون في حالة عداء لا مع إيران ولا مع أمريكا ولا مع أي دولة أخرى. دستوره لا يسمح، وضعه المتعب لا يسمح. العراقيون يريدون أن العراق يريد أن يعيش بسلام وأن تكون له علاقات جيدة مع الجميع، لكن للأسف أصحاب القوة لا يريدون أن يكون، كل يريد أن يكون العراق تابعا له أو أداة له. طيب خلينا نرجع الدكتور أمير وعود لك سيد سالم، راح أعود جنابك. من أوقع العراق دكتور أمير بهذا الصراع، ولماذا يتحول العراق إلى ساحة صراعات أو حروب سواء إيرانية أو أمريكية؟ أولا دعنا نذكر المشاهد الكريم بأنه ما زال العراق لحد الآن دولة ضعيفة، لم تمتلك عناصر القوة. واحدة من أهم عناصر القوة هو وجود قوة عسكرية، لا نتكلم عن قوة سلاح، نتكلم عن قوة بنى تحتية لدى القوات المسلحة العراقية والأجهزة. على قد تقدير حتى أقرب المشهد للمواطن الكريم بأنه منظومة الدفاع جوي قوية تستطيع أن تستمكن وترصد حركة أي تدخل خارجي ثم تقوم بعملية الاستهداف أو الرد على هذه التدخلات. الأمر الآخر هو وجود قوة استخباراتية كبيرة، أي جهاز مخابرات واستخبارات يستطيع أن يحيط بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وهكذا ذولك من باقي تلك العناصر التي ما زالت لحد الآن لم ترمم ولم يعاد بناءها من بعد عام 2003 ولحد الساعة. ما زال الصراع القائم في البيت السياسي الداخلي العراقي هو في أتون وصراع مستمر وتشتت لصنعة القرار بإرادة وطنية حقة تستطيع أن تستجمع هذا القرار وتبني هذا البيت الداخلي حتى يستقوي في سياسة الخارجية، حتى يستطيع أن لا يدع مجالا لتلك الأطراف الخارجية إن كانت إقليمية أو فواعل دولية بالتدخل بالساحة العراقية. لا نستطيع أن نمنحها، وذكر مهما امتلكنا من قوة لا نستطيع أن نمنحها لوجود كثير من الأسباب والمعززات لهذا التدخل، لكن نستطيع أن نحد من زخمها على أقل تقدير إن كان من طرف إيران، تركيا، السعودية. انظر ماذا يحدث مع تركيا،
تركيا تعيث في الأرض فسادا في شمال العراق في إقليم كردستان، ولا نستطيع حتى نقوم بقيام بخطوة جريئة باتجاه عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لكن في نفس الوقت نطالب الحكومة أي الولايات المتحدة أنك تطالب من الحكومة العراقية بالحد من النفوذ والتأثير الإيراني التي هي من أوعزت ودعت لهذا التأثير وهذا الدخول. وبالتالي نرى بأنه حتى نقلل شدة الصدام، يعني حتى مع سياسة الحياد التي بدأت من أمد ليس بالقصير مع سيد العبادي بسياسة خارجية مفتوحة الأبواب مع كل الأطراف الإقليمية، والاعتماد على منظومة الدستور العراقي التي ترفض التدخل أو جعل الساحة العراقية ساحة لشن أو الاعتداء على أي دولة جارة، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نمنع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بالاعتداء على إيران إن أرادت أن تعتدي. أو الاعتداء وما القصف من المطار وغيرها. أحسنت. وما حصل على أقل تقدير من شاهد عملية البرق الأزرق في مطار بغداد لا دليل واضح على هذا الأمر في الأرض العراقية وليس في أرض مجاورة. وهكذا دولك نرى بأنه عملية إعادة قرار العملية السياسية بمثل ما نسمع في الوعود الانتخابية ونحن مقبلين على انتخابات، وسنسمع هذا مرة أخرى بزيادة وحدة القرار العراقي ومنع التدخلات الخارجية وزيادة وتمتين السياسة الخارجية العراقية بعلاقات مفتوحة استراتيجية مع تلك الأطراف، يمكن أن يعيد بعضا من قوة وقدرة العراق على استثمار موقعة كعقدة استراتيجية في جغرافية الشرق الأوسط وعموم منطقة آسيا التي ما زالت مهدورة لحد الآن ولا نستطيع أن تممها حتى بحالة اقتصادية وليس سياسية. راح أرجع لجنابك أستاذ سالم. إذا تحدث عن الاتفاقيات أو التفاهمات مع السيد ترامب اللي راح بيها السيد الكاظمي، حتى هاي القضية بالدعم السياسي والاقتصادي مرهونة بالملف الإيراني، ليش؟ كما سبق وقلت ترامب يريد من العراق أن يكون ساحة مواجهة لإيران وساحة عداء لإيران، وبالتالي يعني هذا هو معياره وهذا هو شرطه لكي يدعم الوضع العراقي. ولا أعتقد أن شخص مثل ترامب قد يمكن أن يقدم دعما للوضع العراقي، لأنه اعتاد أن يأخذ فقط، اعتاد أن يبتز من الدول، وبالتالي هو يريد أن من العراق أن يكون ضمن دائرة العداء لإيران، كما قال الصديق العزيز الدكتور أمير، يعني هو يسكت ولا يأبه لوجود احتلال تركي لأراضي عراقية، ولا يأبه لوجود نفوذ استخباري لدول أخرى، همه فقط مواجهة الدور الإيراني، ويريد من العراق أن يكون رأس حربة أو أحدى حراب المواجهة مع إيران، وبالتالي وهذا يضر بمصلحة العراق ربما، نعم لا يعطي شيئا لكن قد يهدد أيضا بخطوات أخرى للتضييق على العراق. نعلم أن المال العراقي عائدات النفط هو رهينة الجانب الأمريكي لحد الآن، يعني إذا قرروا عدم تسليمنا عائدات النفط تخيل الوضع، ممكن الضغط على العراق اقتصاديا، التأثير على سعر العملة. طيب سيد سالم، قراءتك للموقف، تجنابك ذكرت معلومة خطيرة ومهمة، قلت هو يريدنا يعني أدعمكم أو تكونون مواجهة مع إيران بشكل مباشر. هاي سياسة التجويع أو المواجهة مع إيران، هل ستدفع الحكومة العراقية أو تدفع يعني ترامب يدفع باتجاه أن نمضي إلى سياسة التطبيع حتى لو سرا مع إسرائيل؟ لا يمكن أن ينجح هذا الوضع في العراق. هذه السياسة لا يمكن أن تنجح في العراق، لأن العراق فيه وجهات نظر متباينة، ووجهات نظر كل لها قوتها وأدواتها التي تضغط بها، وبالتالي من الصعب. العراق ليس دولة فيها حكومة مركزية دكتاتورية تقود الناس، تقود الشعب كله لما تريد أو لما يضغط عليها من أجله. العراق فيه انقسامات حادة، فيه تنوع تعدد بمراكز القوى، وأي موقف رسمي غير منسجم مع إرادة غالبية الناس لا يمكن إلقاء قبوله ولا يمكن أن يجازف به. ولا أعتقد أنهم بحاجة الآن لدفع العراق إلى موضوع التطبيع. الملف العراقي مع الديمقراطيين، سيد سالم سريعا لأن الوقت داهمني، الملف العراقي مع الديمقراطيين سيكون أهدأ من الجمهوريين؟ أكيد سيكون أهدأ، لأن الديمقراطيين أدواتهم وأسلوبهم بمواجهة أو أسلوبهم سياستهم الخارجية تختلف، هم يعتمدون أسلوب النفس الطويل، أسلوب الدبلوماسي غير الجمهوريين، وخصوصا ترامب الذي يعتمد الأسلوب المباشر واستخدام التهديدات المباشرة والابتزاز وما إلى ذلك.
فضلا عن ان بايدن، ارجو ان لا نخاف من بايدن لاننا نتذكر اقتراحه بتقسيم العراق او بجعل العراق ثلاثة اقاليم. نعم، بايدن في تلك ذلك الوقت وفي تلك الظروف في العراق يختلف عن بايدن اليوم. اليوم الظروف تغيرت، لا يمكن ان، بدليل انه لم نسمع انه طرح ذلك الموضع عندما كان نائبا للرئيس السابق اوباما. اربع سنوات لم يطرح هذا الموضوع ابدا. اساسا الديمقراطيين ركنوا الملف العراقي جانبا، لم يعطوا اهميه كبيره للملف العراقي. نعم هناك سياسات كانت تعمل، هناك اجهزه كانت تدير عملا اخر اسفر عن دخول داعش وعن خلق وضع امني وسياسي في العراق، لكن للاسف نحن حق التجارب دائما، وليس هناك ما يؤكد بانهم جميل. سيد سالم مشكور، انضم معنا عبر خدمه سكايب، وانا اشكر جنابك شكر موصول، والشكر موصول ايضا للشيخ محمد حاج حسن المدير التنفيذي لمنظمه التحالف الاسلامي الامريكي من واشنطن انضم معنا. وقبل الختام مع السيد الدكتور امير، شباب يقول الوقت داهمنا 20 ثانيه 30 ثانيه، الكلمه لحضرتك حتى تختم. أقول بأنه على العراق أن يكون أكثر قدرة بالحفاظ على مصالح الاستراتيجية، لا يسمى الولايات المتحدة الأمريكية بل مع كل الأطراف. وإن كانت هناك لوبيات تعمل مثل ما أردف الضيف الأول في موضوعة هناك لوبيات إيرانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي أن يكون للعراقي لوبي داخلي أولا يحافظ على مصالحه قبل أن يخضع إلى لوبيات الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالحه. جميل. دكتور أمير السعدي شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا الكرام، باكر عندنا الاتفاقية الصينية والاتفاقية المصرية محور للنقاش، تابعونا إن شاء الله، مع السلامة. شكراً.